الدانوب لمحمد آدم من مصر. تعتمد هذه الرواية بنية تاريخية تحلقت حول مصر في القرن السادس عشر الميلادي، وهو الزمن الذي امتد فيه سلطان الدولة العثمانية في قارات العالم الثلاث. الرواية تنبئ عن جهد استقصائي كبير تمكن من إضاءة فترة زمنية محددة، وكان قادرا من خلال شخصية الرواية المحورية التي تجوب العالم على التغلغل في إشكالية التجربة الإنسانية في سياق اجتماعي وتاريخي محدد. يحسب للرواية تغطيتها للبعد الغائب في الكتابة التاريخية المتمثل في الجانب الدرامي والوجداني، كما يحسب له هذا التقصي المعلوماتي المدمج بالخيال الفني، كما تتمتع الرواية بقصة محبوكة تتوزع على نحو تعاقبي بين الراوي بضمير الغائب والراوي بضمير المتكلم الذي يفرضه شكل المذكرات. الرواية مكتوبة بلغة وصفية تقود القارئ للانفعال مع بطلها الرئيسي الذي يجتهد لتحقيق هدفه، فيأخذنا إلى حوادث تخلق حالة من الفضول عبر أحداث مشوقة، فتكون بذلك قد نقلت المادة التاريخية من مستوى التوثيق التاريخي إلى مستوى السرد الروائي المدعم بتخيل هو جزء من تصورات جمالية تمتعت بها رواية جمعت بين روح جماليات الكتابة الروائية وروح البحث العلمي.